هنتكلم عن الأحلام وتحقيق الأحلام. يمكن امبارح كان في فرحة كبيرة عاشها المصريين امبارح بعد الفوز على المنتخب الغاني. فعلا احنا محتاجين نفرح الفترة دي، محتاجين نعيش أجواء أكتر تفاؤل وأكتر أمل. يمكن رسالة الفوز من مباراة امبارح إن كل شيء ممكن يتحقق مع العمل والاجتهاد، مفيش أبدا حاجة اسمها مستحيل طول ما في عندنا إرادة قوية، طول ما في عندنا عزيمة. اللي بيصر على النجاح بينجح، واللي بيحط هدف قدامه وبيسعى لتحقيق الهدف ده بيوصل لهدفه في يوم من الأيام حتى لو الوقت اتأخر شوية. مش عايزة حضراتكم أبدا أو ناس من اللي بيتفرجوا علينا يستسلموا للإحباط، يستسلموا لليأس. ما تخلوش أبدا حد يصدر لكم مشاعر الإحباط أو التخاذل أو يقلل من مجهودكم أو يقلل من إمكانياتكم. خلي دايما يكون متمسكين بالأمل، متمسكين بالعمل والإصرار والنجاح. دايما لازم الإنسان يكون متأكد أنه هو هيقدر ينجح ويحقق الأهداف دي طول ما هو بيسعى ليها وبيستخدم كل أدوات وقواء اللي ممكن توصله لتحقيق الأهداف دي. بكل تأكيد كانت بداية المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية ما كانتش مبشرة نسبيا، وكان في ناس كتير بتقول البداية ما كانتش بتطمن والمنتخب كده شكله مش هيكون قد المسؤولية أو المرحلة دي، لكن المنتخب كان عنده إصرار قوي جدا على الأقل إن هو يعبر الدور الأول من البطولة. الأداء بدأ يتطور وكان أكتر الناس تفاؤل، ما كانش بيتوقع أبدا الفوز على غانا، وكنا بنقول يا رب بس على الأقل إننا نتعادل، ولكن كانت النتيجة الفوز عشان نقدر نتأكد ونثبت للدنيا كلها إن مفيش حاجة مستحيلة طول ما في ناس بتعمل، طول ما في ناس بتجتهد، طول ما في ناس عندها أمل وبتسعى إن هي تحقق أهدافها. منتخب مصر العظيم، أنتوا فرحتوا مصر كلها، لأنه يمكن كرة القدم تحديدا من أكتر وأقرب الحاجات لقلب المواطن المصري، كل الفئات وكل الأعمار سيدات ورجال. دي الحاجة اللي بتدينا أمل. يمكن لما بنكون زعلانين شوية أو عندنا حاجات مضايقانا أو أوضاع مش مستقرة، بتيجي دي النقطة الوحيدة اللي بتحصل أو الحاجة الوحيدة اللي بتحصل عندنا في مصر، ما بيختلفش أبدا عليها اتنين مهما كان توجهاتهم أو انتماءاتهم. فإحنا بنشكركم عشان فرحتونا، وربنا يقويكم على اللي جاي، ونتمنى أداء أفضل ونتمنى مجهود أقوى كمان. عارفين إن أنتوا بذلتوا مجهود وكان واضح جدا في المباراة امبارح، ولكن محتاجين نشوف أكتر من كده. أرجوكوا فرحونا دايما. طيب.